أعزائي متابعين طقس العرب أريبيا وذر في بلاد الشام، عدنا لكم في نشرة جوية جديدة للحديث بتفاصيل أكبر عن المنخفض الجوي العميق الذي من المتوقع أن يضرب بلاد الشام بإذن الله تعالى اعتبارا من منتصف الأسبوع الحالي. تظهر النماذج العدية الخاصة في موقع طقس العرب على تشكل منخفض جوي فوق الجزر اليونانية. هذا المنخفض الجوي سوف يتحرك باتجاه الشرق خلال ما بين فترة ما بين عصر الاثنين حتى عصر الثلاثاء، ليتمركز غرب جزيرة قبرص عصر الثلاثاء. كنتيجة لحركة هذه المنخفض الشرقي المنخفض الجوي بعد ذلك نحو الشرق ببطء، المتوقع أن تهب رياح قوية على أجزاء واسعة من بلاد الشام، تعمل على تشكل عواصف رملية فوق أجزاء واسعة من بلاد الشام خاصة الأجزاء الشرقية والجنوبية من بلاد الشام. تاليا توضيح أكثر لعملية هبوب هذه الرياح والأجواء المغبرة على بلاد الشام. كما ذكرنا المنخفض الجوي سيتمركز ظهر الاثنين في هذه المنطقة غرب جزيرة قبرص، ثم يتحرك بعد ذلك ببطء إلى المناطق الشرقية للحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مما سيعمل أثناء حركته على هبوب رياح تصنف أنها قوية نوعا ما، تصل سرعة هباتها إلى ما يتجاوز 100 كيلومتر في الساعة في أجزاء واسعة من بلاد الشام والأردن. هذه الرياح ستعمل على تشكل عواصف رملية فوق أجزاء واسعة من مصر، ثم تندفع إلى مناطق الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وتعمل على تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها على فترات. هذه العاصفة الرملية المتوقع أن تندفع مع ساعات عصر ومساء الثلاثاء بإذن الله تعالى. حاليا سنستعرض حالة الطقس المتوقعة في عدد من عواصم مناطق بلاد الشام بتفصيل أكبر خلال الأسبوع الحالي، حيث سنطرح الآن توقعات درجات الحرارة بالإضافة لتوقعات الأمطار والثلوج بإذن الله تعالى. نبدأ مع العاصمة الأردنية عمان. كما نلاحظ يوم الاثنين استقرار تام على الأجواء، لكنها ستبقى الأجواء باردة نسبيا خاصة فوق الجبال. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في العاصمة عمان يوم الاثنين ترتفع إلى 14 درجة مئوية، في حين تنخفض الصغرى إلى 5 درجات مئوية فقط مع ظهور كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات مختلفة. يوم الثلاثاء يبدأ التغيير على الأجواء بشكل تدريجي في أجزاء واسعة من المملكة والعاصمة عمان، تهب تدريجيا رياح نشطة على أجزاء واسعة من المملكة. هذه الرياح تتحول الأجواء مع ساعات العصر والمساء لتتحول إلى عاصفة ومغبرة فوق أجزاء كبيرة من منطقة الأردن خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، ونكرر تحذيرنا لهذه المناطق من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء واسعة في تلك المناطق. يوم الأربعاء يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى في العاصمة عمان ما يقارب 7 درجات مئوية، أجواء عاصفة ومغبرة خلال ساعات النهار وصولا حتى ساعات الظهر. ما بعد الظهر تبدأ الفاعلية الجوية بالتأثير على مناطق شمال المملكة، تهطل الأمطار في مناطق شمال المملكة وتتساقط الثلوج بإذن الله على مرتفعات جرش وعجلون التي ترتفع عن 900 متر. لاحقا خلال ساعات العصر والمساء من المتوقع أن يمتد تساقط الأمطار إلى أجزاء من المنطقة الوسطى وتشمل أجزاء من محافظة البلقاء والعاصمة عمان. من المتوقع أيضا أن تتساقط الثلوج مع ساعات مساء الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر. كما نلاحظ درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العاصمة عمان ليلة الأربعاء الخميس تنخفض إلى درجة مئوية واحدة فوق الصفر. بالنسبة لموضوع التراكم، حقيقة لا يستبعد أن تتراكم هذه الثلوج على فترات في حال انتظمت وتوافرت الهطول لعدة ساعات بإذن الله تعالى. يوم الخميس يستمر الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم فوق أجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة مع تساقط الثلوج المتقطعة فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد عن 900 متر، في حين تكون على شكل أمطار على المرتفعات الأقل من ذلك. يذكر أن المناطق الجنوبية من المملكة للأسف الشديد لا تظهر النماذج العدية الخاصة في موقع طقس العرب إلى أنها لن تشهد تساقط أمطار أو ثلوج خلال يوم الأربعاء والخميس، هي فقط ستسود فيها أجواء شديدة البرودة وعاصفة ومغبرة خاصة يوم الأربعاء. التوقعات الجوية المتوقعة في مدينة القدس، ننتقل لمدينة القدس أيضا كما مشابهة للعاصمة عمان نوعا ما، استقرار تام على الأجواء يوم الاثنين، 15 درجة مئوية العظمى، تنخفض الصغرى إلى 6 درجات مئوية فقط. يوم الثلاثاء يبدأ التغير في الأجواء على شكل رياح نشطة فوق أجزاء واسعة من دولة فلسطين، تتحول الأجواء إلى مغبرة بشكل كبير مع ساعات مساء الثلاثاء وأيضا هبات رياح قوية تتجاوز سرعة هباتها 80 إلى 90 كيلومتر في الساعة. يوم الأربعاء خلال ساعات النهار هناك استمرار للطقس العاصف والمغبر فوق أجزاء واسعة من دولة فلسطين، هذه التوقعات لمدينة القدس تحديدا، مع ساعات مساء الأربعاء عصر ومساء الأربعاء تهطل الأمطار فوق أجزاء واسعة، في حين تتساقط ربما أمطار مخلوطة بالثلوج فوق مدينة القدس بإذن الله تعالى مع ساعات مساء الأربعاء. يوم الخميس يستمر الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم مع تساقط الأمطار التي قد تكون أيضا مخلوطة بالثلوج على فترات. ننتقل للتوقعات إلى مدينة دمشق. دمشق كما نشاهد هناك أيضا استقرار على الأجواء يوم الاثنين، رياح نشطة خلال ساعات نهار الثلاثاء وتحول الأجواء إلى مغبرة بشكل لافت مع ساعات مساء وعصر عصر ومساء الثلاثاء بإذن الله تعالى. يوم الأربعاء تتساقط بإذن الله تعالى الأمطار فوق أجزاء واسعة من مدينة دمشق، في حين
تتساقط الثلوج فوق المرتفعات مدينة دمشق وخاصة مرتفعات ريف دمشق. درجة حرارة متوقعة يوم الأربعاء تنخفض ل 11 درجة مئوية في حين تنخفض الصغرى ل 3 درجات مئوية، مع ملاحظة أن الأجواء تكون أبرد من ذلك بكثير فوق مرتفعات ريف دمشق. بالانتقال للعاصمة اللبنانية بيروت، كما ذكرنا لبنان ستكون هي حقيقة في قلب هذه العاصفة الشتوية المتوقعة، أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من السواحل اللبنانية وتساقط ثلوج كثيفة على جبال لبنان متوقع. الحالة الجوية والعاصفة الشتوية ستبدأ بالتأثير على لبنان مع الساعات عصر يوم الاثنين بإذن الله تعالى، كما نشاهد طوال الأربع أيام القادمة يوم الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس أجواء غائمة وماطرة بغزارة فوق أجزاء واسعة من السواحل اللبنانية، طقس عاصف، أمواج عالية قد تكون هناك نتيجة الرياح القوية يوم الثلاثاء والأربعاء، بالإضافة إلى هطول الأمطار الرعدية الغزيرة طوال الأربع أيام القادمة. نذكر أن أيضا جبال لبنان ستستقبل كميات كبيرة من الثلوج متوقع في هذه العاصفة. تابعونا دائما لمعرفة كل ما هو جديد، سنستمر معكم في وضع المناطق الجميع جميع مناطق المملكة في آخر التحديثات الجوية خلال اليومين القادمين. هذه التوقعات بحسب التحديثات الجوية الحالية، قد تتغير هذه التوقعات خلال اليومين القادمين أو خاصة خلال 24 ساعة القادمة إلى الأسوأ رؤى لا سمح الله أو الأحسن إن شاء الله تعالى، خاصة المناطق الجنوبية من بلاد الشام التي لن تتأثر بهذه العاصفة بشكل مباشر. تابعونا دائما لمعرفة كل ما هو جديد. كان معكم أسامة الطريفي من موقع طقس العرب.